التي تميز هذا الحفل اليوم. فللجنة السيد الوحش عطلة مستفيد من تجزئة تراثية اجتماعية ببلديته. سيد سريط أسامة عبد الحق مستفيد من التجزئة الترابية لبلدية مناعاء. نشكر السيد رئيس الجمهورية على هذه المجهودات، والسيد الوالي منذ 4 سنوات ننتظر هذه العقد الملكية ونحن تم الفرحة. راني فرحانة ونشكر رجال الصحافة ونشكر السيد الوالي ونشكر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، نشكر رئيس البلدية نتاعنا عمار عمرون والعظم نتاعو، وان شاء الله ربي يهز علينا هذا البلاء وينصرنا وينصر دولتنا.